السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نتكلموا على الناس اللي مازال ما استفدتش من الدعم المؤقت ديال جائحه كورونا ودارت شكايات ديالها في موقع ديال التضامن. انهت لجنه اليقظه الاقتصاديه الى علم الاسر العامله بالقطاع غير المهيكل ان الشكايات التي تم وضعها على موقع www.tadamoncovid.ma منذ يوم الخميس 21 ماي تمت معالجتها فور التوصل بها، وذلك أخذا بعين الاعتبار عناصر الإثبات الجديدة التي قدمها أرباب هذه الأسر. وكذا تم تسجيل حوالي 2 مليون شكاية من طرف الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، يعني 2 مليون ديال الشكايات اللي توصلوا بها. وأفاد بلاغ صحفي بأنه إلى غاية 27 ماي تم قبول 800 ألف طلب وتم رفض 400 ألف طلب، في حين ما زالت 800 ألف طلب قيد الدراسة. يعني كيف سمعتوا خوتي خواتاتي، 800 ألف طلب من بين 2 مليون ديال الشكايات تم القبول ديالها، و 400 ألف طلب تم رفضها، وفي حين أن 800 ألف الأخرى مازال في طور الدراسة. بالنسبة للملفات المقبولة، يريد البلاغ سيتم بعث رسائل قصيرة SMS على الهواتف المحمولة إلى أرباب الأسر لتمكينهم من سحب الدعم المؤقت، وذلك ابتداء من يوم الخميس 28 ماي، أي ابتداء من غدا إن شاء الله غادي يبداو يتوصلوا الناس اللي عندهم طلبات ديالتهم مقبولة برسائل SMS في الهاتف ديالهم المحمول باش يتمكنوا باش يسحبوا الدعم المالي ديالهم. ونتمنى 800 ألف الأخرى اللي مازال في طور الدراسة يتقبل أكبر عدد فيها، وعلاش لا تقبل كاملة إن شاء الله. هكذا خوتي خواتاتي كتكون لافيديو ديالتنا سالات، ونتمنى إن شاء الله كل واحد كيحتاج هذا الدعم يتوصل به. وشكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.